أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس والسيد النائب قائد قيادة وعي. فيما يتعلق في هذه النقطة الثالثة المتعلقة بشبكة الماء لصالح الشرب بتراب جماعة بوعرك، فإنني أعرض عنكم مشكلتين المتعلقة فيما هو تقني وما هو تجاري. وأنه بما نبدأ بما هو تقني، نلاحظ في فترة السابقة أن بعض الأزقة استفادت على غرار الأخرى من قناة الرئيسية للماء بما يسمى لانين برانسيبال، والقصد هنا الإخوان قناة التي تدوس في الشوارع. وكذلك الملاحظ أنه تم تسجيل بعض المنازل على غرار الأخرى، وربما هذه كله خطأ أو لم نعرف في مجلس السابق. والشق الثاني ما هو تجاري، كنت كنتمنى السجالة اللي يحضر معنا باش يتجاوبنا لهذه المشاكل التي نعيشها. أنه حسب شكايات التي توصلنا بها بكل من الدواوير التالية من دوار عمر والدوار إمزريين والدوار تاوري توشن التابعة لنفوذ التراب جماعة وعلي، كاين واحد المشكل أنه الناس خلصوا السوايع ووصلوا الدفعة المسبقة أو خالص كامل أو عنده الريسيب، وهاد الناس إلى يومنا هذا ما استفدوش. والمشكل هنا واش كاين في المركز ديال المكتب الوطني للصالح للشرب لونيب، دابا ما عرفناش فين هذا المشكل، بغينا نعرفوا هذا المشكل فين هو. وبالاضافه كما قال عبد الرحمن انه حنايا اللي كنسميوه حنايا ضحيه، كيجيو عندنا كيقولوا راه انتوما حنايا مسؤولين عن هذه الساكنه. بالاضافه الى المشكل الاخر ان الساكنه كتمشي تخلص وكيقولوا لهم لا ماشي هنا، وراه عندي هنا عده الناس من بين التوصيل ها هما كاينين هنا وفوتوكوبي ديال الساكنه والعريضه حتى هما هنا كاينين. هاد الناس اللي كاملين مشكل كبير في انه في الطائره من بين فوتوكوبي ديالهم هما عدد ديال فوتوكوبي ديال الساكنه من هاد الساكن هو الدوار المزريه، راه كاينه في الضاحيه كبيره. والبارح يلا خرجنا تماك انا والسي كريم والسيد الرئيس، كاين مشكل كبير اللي عندنا تما كنعاني به. السيد مصلحه بانه شوفوا لنا شي حل اللي غنخرجوا من هذا المشكل اللي فيه. والمشكل اللي كاين اخر انه بيعوجنا اخي السيد الرئيس ولا نهضر تاني بيعوجنا شلتينا الرئيس صراحه والله لا شلتيني والدليل الموز ان كاين بعض المناطق مثلا بلوك 46 والبلوك ديال 47 انه تستافدوا من هذه القناه، بانه واخا انه البروشمون كاين بعيد وما انه في الدائره ديال المزريين كاين انه الساكنه هنا عدد الدوائر الساكن عدد المنازل ما استافدوش. هذا السؤال هو المطروح، بغيت نعرف انه كاين دار هنا والقادوس دايز منا ودار منا وكاين عدد الساكن على ما يزيد كاين على ما يزيد 20 دار ما استافدوش. هنا السؤال المطروح، واش الخطا كان في المجلس السابق ولا كاين في لونيب؟ يعني هذا السؤال اتساءل على لونيب، كنتمنى تجاوبني على هذا السؤال. والسلام عليكم ورحمه الله.